الكوربت السي 7 لستينج راي جراند سبور 2017 وعلى خدمه عرضها الان. وهي شيخ الشباب وسيم شرفنا كولكتر اديشن 428. شوفوا فتحات الغطاء ضو ليد وكزانون طبعا مع الشفره الاماميه والكاميرا الاماميه. ما بدنا ننسى هاللب المميز جانت جلوسي 19 انش. وجوات الجانت عندنا كاربون فايبر سيراميك بريكس. فتحات الرفراف منكهينه بالجراند سبور. من بعدها السحبات الحلوين. شوفوا السايد سكيرتس والاحلى تفتحوا بتدور على البصمه. جانت مسح البرمي وقربوا شوفوا معي هون الجمال بهالشفره. شوفوا الستوبات والشار الديفيوزر اربع صورتيات مع سنسر وكاميرا على الارياف. انا على الصعيد الشخصي شكلها الخارجي الخلفي بيعجبني اكثر من بوزه بكثير. بدي رايكم اذا مثل رايي اكتبوا لنا اياه بالتعليقات. هلا اجى وقت نعمل برمي حوالي هالسياره ونشوف جمالها. اللي بيميز ستينج راي هو سقفه. شوفوا بهالطريقه السهله هوب توب بنفك السقف القماش الكنتاره ونقشه البقلاوه والدرز الزرق. رح نبلش بالكرسي واللوجو اللي على الكرسي وطبعا الكراسي كومبيتيشن يعني كاربون فايبر بين الجلد الازرق والالكنتاره. اهلا وسهلا بستين كبير الكاربون مع المالتي فانكشن مع الشيفترز. نعم هيد اب ديسبلاي نعم التابلو ديجيتال يوجد كبسه السعاده هون مثل ما عم نشوف الشاشه كلها تاتش 360 درجه مخبأ السري نعم موجود هون مثل ما عم نشوف كولكتر اديشن كارد 428. هلا اجى وقت لكم ارجعوا لورا لسمعكم احلى نغمه. إذا طلبك كورفيت سي 7 حلوة ومميزة عندك حل واحد تتواصل مع اتصادينا ومتابعنا وسيم شرف. أهلا وسهلا فيك الله يبعد دربات ويهني صاحب النصيب. صوره ورقمه لوسيم عنا على الويب سايت ركين موتورز دوت كوم.